بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، إخوتي في العقيدة، درس كان لوغو تلقى لينا المؤتمر كان كقاطه وحكوسا بسيسيني هي سيرة مس تاريخ ذولية هي الإمام أبو ذر الغفاري رحمه الله وأه صحابي كم من الصحابة دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مرك أي نكور نجيل كي النبي وعليه الصلاة والسلام وتربيه أما وكبعي وجيل تاريخ ذا أما وفع دا تاريخ ذا بشرية ذا ما بين آدم كدمان تدعى عنك وأه أورنتي أن دبو صان غندونين وأي واحد نرى كرنا و داء الربي أي أو تببري شخص جيد دنيا تنو جوينا وأه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وداء أرضي وهاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا داء رنتي إن بضنو كم دي يجو ددوا وينا إسلامين صحابي كان مركا درس كان لوقو تلقى لينا كجو الرما بذر مجي عيسى جندب ابن جنادة يا ابن جنادة الله بضبع الله يده هذا وأن غفار قبيل كله يده هذا كترسن وكان بني كنانة كتيرة دو دوبهان تاريخ دي سواح نوران كرنا سيدة إمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء وكسى أرورين يوحلي هاي هو أحد السابقين الأولين وكوحدي هراء إسلام تي سابقين تالله يقانه إسلام كوسو أدك دكتي أيو كم دي هاي وانا كوي أودك سنا موقع عقل بضنا صحابة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام علمي يا أقوان نوحو قارين وفتواضه خلافة دي أبي بكر يا عمر يا عثمان با مفتين تاوحلو ويدية فتواضه أيو كم دها وحكى لو عانكو أها يلا إلا دوحاها وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم بالعمل وحوها مد مضحكوا حقا دور صنانتا إيا الزهد ورعا دوندا إيا وحيا الله وكفقا دو آخر قفقا أي رنشاقا إيا إنو كو عمل فلا علمي ودقن قليو وحكو سفين إيا إنوها قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه وحابو لا يمد حق الصدب وغرد واقع أن عدنا كعبسا أما كهي بيسن مسألة حق والرميسن يهي إيادا وليبا أد آدئقنا أولا تشربوا لي حدة بولها حقا قليلا أيو لها سحابيا كاني ما كان سحابيا كان صد المرأة وطلمامنا وحين أقيمين دون تاريخ دي سينو كورا من دير دور قيبوت إنه الرسالة وقرى إمام ابن باديس من أئمة الجزائر صوق آدن إنه يرسائل علماء كلابا قرين وقهرين إسلام نمدي سهدين وكورا أبو ذر الغفاري وحكم إذا هادت كي هرو إسلامي إن تاريخي أهنا دا قاركو دا يكوت المامي أنبا dadkii ugu horeeyay ee islaamay inkastoo ahlu siirka rag badan oo kamid ay leeyeen afar shanta hore sida uu xadiis qaar sheegayaan ma aha waa intii macluumaad uu isagu ka hayay uuna uu ka dambeeyay islaamnimadiisa markaynu eegno laba xadiis baa ugu caansan oo ku soo aroray xadiis imaam al-bukhari iyo muslim baa wada wariyay wa mutafaqun alayh حديثنا إمام مسلم يا إمامك كلا أهل السنن كقار كمدة أي سواء روريي لبد حديث أما لبد الرواية ضد زيادات أما وحبيس دير ديرين ملا قار كود نوسكو خلاف سيهين ولذلك بقى إمامك قار كود المام بحتى إن لجمعيين يا ركت هاي وباب ترجيح أي مران إن الرواية دا إمام البخاري مسلم ورينا يانا يحوشيان أي مدى قار كودنا إليين ولا جمعين كرا هذا بقى وحي انه انه اسكو دينا انه متفق عليه قادنه تكلنا وحيا بقى قار كود كتل تلمامنه عبد الله بن عباس
رضي الله عنه صحابي قال لي دادو مالين فردية مجلس كيسي أبو جمرة وحليه هاي يدو مجلس قال فردية أبو عبد الله يري ألا أخبركم بإسلام أبي ذر ورميدين كورما أبو ذر يسدو إسلامي إسلام نمدى أبو ذر قصة ميدين شيقة وقصة شيقة رنتي دبيت أنا وحلا إلى هاي النوغة ورر دبيت أنا ابن عباس باوحو لي أبي ذر باوحو يري كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي وحن أهابو ليينين كترسان قبيل كغفار ليلة هذا غفار وقبيل دقا مركا مكا حق يدن وغوي سوحكته وحيد دقا وضضا شامية مكا ودحيسة وقبيل كعانة هانشري إن حول الدعاء يقطع طريق نمضة إن ضدك قبل الإسلام أما النبي عليه الصلاة والسلام أنت أن إلهي صدرين ويسوحك تجي ترين ضدك ووحيا بي حج وكهاري دين النبي إبراهيم كتجي كوالا سوحك تجي تري غفار ضدك بابا أو دعاء أما باتك قاضى بيكون عانها يعني إن رير مكة أما قريشنا قولي هاي إسكا مسلحي ترين وددو ده رحلة الشتاء وصيف كأمري تريبي كمي ده هاي أبي ذر أسليا وحكمي ده هبال إلى حنفدي حنفدي وددك حنيفين تاها قبل نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت ان دينتي سوسوك قارن با أصنام تاني يوحن نعي التوحيد رادس كاها وهي رواية إمام مسلم وشيغة يدو وحي شيغة يسابة إنو تلكي كقوري سببت uga guureynaa hay'ada sharar xurumka inay banaysteen oo ixtiraam waayeen dabeetana intu ka guurey isaga iyo walaalkii Unays nin gabyaayo ay walaalahaayeen iyo hooyadii intay israaceen wuxoogaa xoolo ay wateen ka haysteen reer abtigood inay u tageen oo abtigii la degeen waxa kale oo caan ku ahaa uu sheegaya sida rooyada Imaam Muslim ay tilmaamayso inuu hatta tukan jiray oo markii la yiri hoosaad u tukan jirtay wuxuu yiri habeenkii أسلام تاني يوحن مركو قرتي إن أنا حقا هين إله واحد كيونو نجرو إنت أنا سكك عابو يري أيان صلاة سكت تكن شري وودي شريون إلى أي مرك الدم بيع أن دالو سيدا خفاقة خفاقة وكساقة ومرضى يرى اللي هو دوك ولا سيدي مرير أن ميلون كل دعه وعد عدة كل الكيد وياك عيسو مرجع سانكي هو حويديني هو حكويري هو حاجة دوتش يسنجرت مرجع صلاة تكريسي marka soo yiri meeshii alle jeediyay un baan u jeesan jiray anu qibla gaar ma lahayn halkii alle jeediyay un intan isaga jeesto ayu ma rabbi subhana wa taala aabudu jirtu kan jiray warba soo gaaray isaga walba ninka asnaamta nacbiya waxa soo dhana haba war soo gaaray sheegaya inuu nabi ka soo baxay magaalada makkah ah dabeetana wuxuu damcay inuu nabigaasi akhbaartiisa iyo warkiisa raadiyo walaalki وأما صو الصعداء ما وسق صادرة يا مكيمي دب تناول الكي فرين بصافر يا وربلن كصاب بحي عصب وركيسة بانك عربا إن دي صو شفتو أدي كنتو ولا الكي وركي بود جيستي نينكي وركي وشجع يي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نك الشجع يا وركي لك الشجع يي وحي بصار دج دج يي وصار نقضي إيه ورنبكو يري مركا wuxuu ku waramay ee waxaan soo arkay in akhlaaqda fiican dadka ugu yeeraya oo hadal leh aan hadalkiisu kii kaahininta iyo sixroolayaashu waxay sheegi jireen wax weeg ma deegabaygana isagaaba gabayaha Unays oo ay walaalayeen sana Abi Dhar gabayaabu aha gabayna waan ku eegay gabayadii la tirin jiray oo warku sheegayaana war gabay u eeg maaha روايتك قاركود وحي شيغي يعني انو يري نين كو ايق بان سو اركي اهل حق ويس شبهان دي ابي ذر سنم يوحى العابدو دو اسكي تو ربي يوم بو عابوداي مركا وحو كولاي ولالكي اونيس با وحو لاي نين كو ايق او سيدا دا سرمد يا وحا سو دن اسكي تغي ايان سو اركي بو ليهي مركي وو شيغ شيغي وحي او كا سو اركي ابي ذر ولالكي وحو اوغو ورمي ابي ذر كوما قنعين wuxuu ugu jawaabay ma shafaytani imaad qancinin buu leeyahay wixii laabtayda gubayay si fiican ugamaad war
igumaad warramin ee waxaan u baahanahay buu leeyahay inaan ana tago ee bal reeraha ku sii fillow ana waa tegayaaye. Abidar qarbadkiisa yaree biyaa iyo ushiisa iyo sahaydiisa yareyd buu iska soo qaatay, uu soo baxay, wuxuu yimi magaaladii Maka ahayd. Magaaladii Maka markuu yimi cid wax ma weydiinin, waayo wuxuu ka baqay, ayuu leeyahay Ibnu Xajar markuu sharxayo su'aashaasi in cidda uu weydiinayaa nebigiiba ay u tilmaami weydo ay ambiyaan ama ay runu sheegi waayaan ama isagaba Quraysh dhibi ka soo gaadho ama wax kastoo dhici kara buu ka cabsaday. Saxiixu Muslimka isaga riwaayadda ku taalla waxay tilmaamaysaa fastadcaftu aw fatadaacaftu, mid baan tunjaleecsaday buu yidhi. Waxaas yidhi buu yidhi kaasaa kolla iska liito dee iska miskiinaan waxba mala balaaya kaasoo garayna wax weydii. Markaan idhi war ninkaa ma garanaysaana, asaabi asaabi baabu ku qayliyay buu yidhi, waaba laytumay buu tilmaamaysaa riwaayadda saxiixu Muslimku. Cala kullin, Abi Dharr wuxuu yimi Maka, warraa raadciyay nebigii inuu helo, mase helinin, ma garanin meeshiisii buu isaga hoyday. Cali ibn Abi Talib baa u yimi isagoo masaajidkiisa fadhiya, dabeetana wuxuu ku yidhi war ninka kan ama ana lirajul, ma wuxuu arkay inuu ninkani dee qariib yahay, dabeetana wuxuu ku yidhi war ina keen ninka kan, kaana rajula gariibun buu ku yidhi, waxaan u malaynayaa inaad nin gariiba tahay. Markaasuu yidhi haa, dabeetana wuxuu yidhi fantaliq ilay, aniga iraac oo manzilka guriga anigu aan ku diyaafo geeya. Yacni nin qariiba oo masaajidka iska fadhiyo arkay Cali ibn Abi Talib, dabeetana wuxuu yidhi war inaan ku martigeliya ina keen, wuu raacay. Abi Dharr wuxuu leeyahay Cali wax dambaysina ima weydiinin, ana waxba uma sheegin. Habeenkii baa la marti sooray, waagii baa beriyey, waa ka yimi masaajidkiisii buu iska yimi. Fiidkii dambe goor dambe habeenkii dambe unbuu soo maray Cali meeshii, haddana mise ninkiiba wuu fadhiyaa meeshii. Dabeetana wuxuu ku yidhi ama ana lirajuli an yaclama manzila, war ninku weli miyaanu gurigiisii garanin. Dabeetana wuxuu yidhi bal idhakeen, habeenkii labaadna wuu kaxeeyey, wuu marti sooray habeenkii labaadna. Marti soorkaas buu leeyahay isna waxima weydiinin, ana waxba uma sheegin. Cunadiisii buu iska cunay, dabeetana wuu ka yimi. Habeen saddexaadkii ayuu soo maray Cali ibn Abi Talib meeshi, dabeetana wuxuu arkay ninkii oo fadhiya haddana harbarina keen buu yidhi, wuu soo kaxeeyey ninkan qariibkii masaajidku iska joogaan waxbana cidna weydiinaynin. Habeenkii saddexaad deemka laysyaro barayo laba habeen oo horena waa la wada joogay, ayuu Cali wuxuu ku yidhi alaa tuxadithanii ma aladii aqdamaka ila hada albalad ama maa amruk ama wamaa aqdamaka hadihi albalda. Riwaayaad kala gadisan, warma maad ii warantid maxaa ku keenay waddanka kan, maxaad raadcaynaysay, maxaa kaa lumay? Abi Dharr wuxuu yidhi haddii aad ballan ii gasho, haddaad ballan ii qaado inaad ituseyso waxa aan doonayo, ayuun baan wax kaaga sheegayaa, oo aad weliba warkayga ii qarinayso. Cali wuxuu yidhi ballankaan kula gelaya inaan kuna qariyo, wixii aan kugu caawin kara ee tala ana aan kuu sheego, ballankaa baan kula gelaya. Markii uu sidaa yeelay buu u sheegay. Marka wuxuu leeyahay warka caynkaasaan maqla, ninka caynkaasaan baadi doonayaa inaan arko, dee ma ii geyn karaysaa? Waa ciddii la weydiin lahaabaad u timi buu yidhi, waad dariiqii sax ahaa waad heshay ina keen buu yidhi. Anigaad raacaysaa buu yidhi, waa ku kaxaynayaa. Haddii wax laga shakiyo aan arko, waxaan iska dhigayaa sidii nin biyo qubaya. Riwaayad kalena waxay leedahay wax laga shakiyo haddii aan arko, waxaan iska dhigayaa sidii nin kabaha tolanayo, ka go'dayo, kaloo kabaha hagaajisanaya.
ابن حجرنا وحول أي لبدا مسألة بينه كيوري بالغية بقى هو يراد دور هدي عن شكيه وحنس كده جاي يعني نونا ما كبها طولا يا أبي بيقوب يا هذا دكتور أنا قوي اسمش مشغولي جاي هاي قص هو عنا يدين عمرون سك صعد كأجا وضع وحماش كم مغطين هيد وقت هرة وضد كمسلمين تعال اللي بيجي أوقف قانو إسلام نمدي سعد يسنك رينين ونبي محمد وحوي ما دع عليه سلامة وسلام مشكلة دي كده عيسي وحتى كاي جارسي سنتها حتى وعلى الربه أبي ذر إنا لأغانين وقصة عدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومرك أولئي يا هاي هدي قريقي النبي محمد والله يرى إلى لنا يا إنو قصة بيغنه وأرنكو النقضة إنا شكيه وإسراه هذا والله يدين فهمي فرسما دا سان سمسمين يا يا إدين عمرون هدو سعود كاقا هجوز جنين لبن إنو ودى سعودة يا إنو موغني أبي ذر واي هاي بيري سيدي بالله اسقود دبق علي علي باه الرأي أبي ذر نوى دبا سعودة نبي عليه الصلاة والسلام بقرقي سيلة تقي مركي اللو يمي أيو نبي عليه الصلاة والسلام الرنكي سيو الشاكت دبعتنا النبي قوى الله هضل مركي اللو وضا هضلينا اسلام كيبو نبي قوى صوبان ديغ ديني كان ردان مركا لغا يغا أول بموحد بوسكاها نبي محمد بانو هينيني ديغا أسنام تلعابدو إيا وحاسي مركو هربا نيكي تقيبوها دين حقا نم بادي دون كذا بوها نكا وسول لغاية رير هدي وغاية مين نبي صباح نبي رادس كابوها دبا تنا مركو النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصوبان لغاية سف ضد بو مركيبا اسلام نمديسي ووقات كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام حسية رأيه ارجع الى قومك طلقا دبو قنقو وورا ودعوة الدين كجارسي، وهذه مركا أي كسوة قادو إن أن صوبحناي، وأنو عدو جاي كحو جاي سنني، مركا هسي إيه كاله، يعني نبغو عليه الصلاة والسلام خطط كيس الدعوة وحكم دها، دت كمسلمين تي أن قريش كدلانين، أنت يمدان إسلامه. ee markaasii uga cabsii qabo in la laayo ama la dilo ama la dhibo inuu lahaa islaamnimadii naqaato qarsado ku noqdo meelahiini oo markaa maqashaan uu inaan guuleystay markaa ii kaalaya Abi Dhar markaa nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam iska noqo tolka ku noqo diinta iyo dacwada u sheeg marka aad maqashay inaan guuleystay ii kaalay riwaayadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan inuu u sheegay in dhul een timir la u hijroon doono markaas inuu yimaado Abi Dhar ruuxu ballan qaaday markaas waa noqonayaa buu yiri laakiin Quraysh ka tagi maayo buu yiri anigoon dhagteeda tawxiidka maqashiinin dabeetana waa iska soo baxay Nabi Maxamed wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam iska tago reerkiini qabo Abi Dhar nin wuxuu rumaysay qarsan karaba maaha ونوح الرميسية هاي بانكا إكيا لنسادق اللهجة وصابحي نادق قريشات ألقى فرديين بو يمية مساجدك تبا تنوح كل فطي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بكل نواغ وحل يدور صابقا كان دين كبحاها كان كان دينتي كبحي يا محواها يا وحل غبابي laf iyo dhagax iyo wixii la helay baa lagu booba wala tuma isagoo aad loo tumayo tamar yariba ay si hayso ayaa Abbas ku soo baxay Abbas ibn Abd al-Muttalib ba gartay markaas wuxuu u wariyay ninka dilaysan waa qafar waa nin reer bani ghifara war hooyo tijaradiina xagaydin marin nimanka gaaleed inta badan منطقة إكرامي قابي كفكران وحو انتو تجارة هذا ما اللعك تهذا محولا هذا انتو ييلي يا انتو هنو سيالينين وانت بدن مسألة مادية حسابتان اللعك تهذا محاي كرنيسة محا هوسو دعيسة عباس مورن ان انك اني حق بشيغي يا اسكد دا ورنك مرتدى محاو دي ليساني منطقة ايه وفهمي ينبكو لهذا دهتنا وحو لاي هاي ورنكا كاني وانين ريربن غفارة تجارة دي نحقاي مري markaas gacanta la iga qaaday buu yiri Abi Dhar al-Ghifari waayo
نن غفار بني غفار ولا شيء أول بس يدور قطاع طرق وها هذا نن بالي دي كدي لو مكلا دي كدي له هدي له يدادو ده سفر كيشا مو قا يا مركا أو مشي رئيس سفر دمباق ورئيس لا داي أو شا مو قا يا مركا ساعة عن تلاقي قاعد يبوي أبي در أنتي كمو تشوجيني واسهر نقد هدنا ما هالتي دمباق هدنا شهادة هالكي كذا واقع والقو بابه هدنا نبارك إلهي هذا أنا عباس كي بيو بحياك وصباحي، وركي ورؤيك به هذا الشيء جو حلو، وانك أنا سكوا جراع إنسان، وانني منك بني غفار كذا شيء، ورجع أنتي إنك داستة، إيانا جع أنتي كقاضي، والنقطة هي مركه، وحقبتي، ودن كيسي بكون نقطة، ودن كيسي مركو تجي، ولالكي أيوه شرح دينتي ولكن ورنبو يلو حلوان السلام نبينا والله كل ما واكاسي أرنكو ده هدنا وحن كهربا إلى الدين تصوغ شو ولكن واي السلام هو يدي بوتك هو يدي الدين تبو شرحي هو يدينا واي السلام تلكين من كي غفاريين تاها أيوه الله هضل إينا السلام نمضو شرحي تلكين لبقى يبوت بين نقدين قال واي السلام قال انا وحي لهدين مر هدو نبي هو يري وان سو بخيا مركا خوغيستا اي كالاي دي مركو خوغيستا بانو سلامي نابي داه انتو نوغو سي نسيغو مركي با واي سلامينا واي راعين نسكي كالانا وحي لهدين ان كولا ايغنو مركو سو بخي خوغيستو مركا سانو انا راعينا سيدي بو ابي در اسلام نمدا كو سو غلاي اسغا يي ولالكي يي هويدي يي تلكي نسكميدي نسكي كالانا مركي نبي عليه الصلاه والسلام سو هجرودي اي ينا اسلامين يي وليبا قبيل كلو ايلماده رهاينا اسلم ليرهدو ينا وخي دا مر هدي ايلماده ريدا اسلامين وخي كو غان بان كو غونايا انا وا قادناي دينتا لبدي قبيل بو سو اسلامين مركاسي ابي دركلي جبا الهي غانتيسا وخي كو سو اسلاميي لو قبيله عربات ومن غفار ليدهدو من اسلم ليدهدو غفار غفر الله لها وتنبي محمد عليه الصلاه والسلام غير غفار الى اهي دمبودا هدافا واسلم سالمها الله وتنبي هدى عيني عليه الصلاه والسلام قصده عموما مركاين واغنو انت اين نلوشه انت كلا ابي ذر نلوشي سكلا وغلين وحي علماء فوائد كتلماما وحدور اي 20 مساله غاريه هذين سكوا من إن يرغض المرة أبي ذر قسدي سو إمام مسلم أرورين يوحى قصاو أروري مركي تلكي أشهر الحرم كاستحلال كسميان أشهر الحرم هو بلاي ممنوع طهين لدقال لما شريعة دي سلامي لكن عربت جاهلية دو مركي دونان تسكبرنا استنبه ورين شرين بشان رير هبلين نسقلابين وباهن هاي تدنبين حارانتين نمين وحرمضة تدنبين ورارية بشان تنام برنا استنبه ورين شرين ودقال كقلو دبيتنا النوع عاسي كودين دبيتنا ماشنا أشهر الحرم كاللغو حلاليستي كقور بيروس كهجرو ديبا وإساقا إيا ولالكي ونايسيه يديبا مركي هروا كوي كتكي وحي مسألة دا سكتوس السابي ليين دادك حق الراد عينيا ماشا حمه كبدا يهي إني كهجرو دانو اسكاكتكا وحكا لو قصة دي سيود لشدان إن قفكو مركو واح بحثين يا أرميه سينو قرسوديك كود ضيوه ويساقو مكاتشو غي أنا نعيد بدن وحويدين إنين وارنتي سكلغي الربينو كقون قادو بحثيوه علينا إنا نوشيغان إنا لا يو بلان كقاضي إنو أرميه سو قارين يمو ياني وحكا لو قصة دتنا يتلمامي سابي دهدان قفكا حق الرادين يين إلهي سبحانه وتعالى وافاتيوه isagoo annabi maxamed ba soo gaadin ba la waafajiyay barto inuu ilaahay isaga cibaadeysto salaadatu kado aw salaadatu kanay waxa qisada karee tilmaami saayo kale qofku haduu waaqaca uu la nool yahay khalfiye u leeyahay haduu yaqaano dhaqanka iyo umadan uu la nool yahay saqafadooda iyo aqoontooda inay wax u kordhinayso waxyaabaha qaarkood walaalkii markuu ninka soo dhageystay wuxuu sheegay inuu gabyaayay
وحنو شيغي انا اي قبي قال لمي سانهين قبي قال انا لمي دهين وحن نبي محمد شيغي عليه الصلاة والسلام وحكى له قصة انا يودلي شدانين لسلطة لي اين في عنتي ونيس مركو ولالكي لسوة لين اياه بذر وحكو يري ورير مكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني وي وعرودين ووفقييني اسئلال كن على حدر من اهل مكة بكو يري وحكى له قصة انا الدليلو تهيبي دهدين أرمها وين قفك مسلم كاهينو أبا هيا هي وردقوت قرينو كف الله دينا أنا هينا إنو سقول ليس الأمور ليس الخبر كالمعاينة إنو وحصاه بيو ولالكي باء ورمي وركي ولالكو يقركمو كالصوناني إنو وحو السفر كوحد حدي إنو سقو حقيقة الراديو أو صواركو وحيا باء قصة تانا يود لشدان وحكم دا قفك حق الرادين يا إلهي سبحانه وتعالى وقرقاره ورواية إمام مسلم حي شيغيسا إنو أبي ذر وصدن هبين يما المودو شوغي مكة ووحك لو عنانو هيسنين إلا إيوه إنو بيا زمزم كعب موياني وبيقو قركونا لا إلا أولي هي تكسرت عكن بطني بولي ضوطوب كعلو شايدو أيات ربط وابربر طيبول علو شي يعني قفكو مركو ناحو علو شو ويلا الله بانتا عكنك وحلي هذا وعلاش الله لاب كده وحلي إنسان وعب يبا كنا حي وعلاش الله لاب طي كرامة إلهي وحكسي سبحانه وتعالى حقي ورادين يجي سقى بسارة سنة إلهي بيها زمزم فوقرده وحفي عن أبي ذر قصة دي ستن يعني مسائل آدو تربضن ولا باتن كده وادا ما الله باتن كبضن بيع علماء دكت المامان لكن وقت قا سكير درادة وحنس كده إياه بل قصة ده أنتي أنسي دول مري كرينا دول مره أبي ذر خندق ده قال كي خندق ومركو دعي وقت قاس أي مدينة يمي انتي كهر رئيسي يعني غزوة دي بدر إيا أحد إيا كواسي مو إيمانين وحيهد وقت قي مسلمين تأييغ اللي وير الرئي خندق ده كدب النبي أحد عليه الصلاة والسلام قال أنا هدى لقبل أبانا ومبا وير الدونا نصو وير الرمايان وقت قاسي كدب بارير كودو يمي مدير بو النبي قال لتشوغي عليه الصلاة والسلام لكن مدداد دنبئو النبي قال لتشوغي وحوها قف ددال بدن وهي علماء دو الهدان أهل الصفة كوي مساجد كسيحن شريب وكبيرا وقري كلابا موسى ميسانين مساجد كود دقنا ونبي عليه الصلاة والسلام بو خدمين شري وحوها أرضي ضبعه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام سرنا باولان نولادي وحال قلت الماما بذر أقانت هي التوحيد كونه عمل ضلابة مهمة أبي ذر توحيد كيس يهرى النبي محمد هرتي وإله الرومي يوحو كان صديبا دينو سلاتك دوا كير صدح سندات بنت كنشري إسلام ركاه وحين لا نهي أبي ذر وقت يو نبي قال لنا ولا عليه الصلاة والسلام قف عبادة بضن والنبي محمد كحرا وأي علماء ذو إلهذان وحو أردق مي منزلة علمي عبد الله بن مسعود يرق الله متكا أي أردق مي يبالغة الماما إلى إياك وريان علي بن أبي طالب يري أبو ذر وعاء مليء علما ثم أوكي عليه أبي ذر والعلمي قال لك بوحيي وأفك لك غحري يعني أفك لك غحري ذا ومسألة إنه حق دمك ورمي دونه أبي ذر وحو أهاني من دوني ده هنقري بدنك هينين حلال ميرضة حول دقشان ديار واهين أدون كه استوحى أو عنا أو قرة كرم يسن مبدأ هان وحي عنا ذا دير بين وبحيه ونيشاب كيس وسوه ينن ولذلك من نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام ترمذي ورنا يه شيخ الألباني حسن كت المام يه وحى نبي قص فين يا إنه يهي شبه عيسى بن مريم مدو أج عيسى إن مريم أها سيد أدونك وجزاهدي إنه أبي ذرنا حق زهدي وكلام ديهاي وأنا كنبي عليه الصلاة والسلام حديث كسنة إمام الترمذي ورنا يا شيخ الألباني صحيح كت المام يا ابن ماجه نوا ورنا يا غير خود به وحنا بقول أي ما أذلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر روايات كقاركود نوحيلين أصدق ولا أوفى من أبي ذر روايات كقاركود نوحي كدريان شبه عيسى بن مريم نبي عليه الصلاة والسلام حليي صمد ما يهرين
dhullo korkiisa ma sido, ku afkiisa ama carabkiisu uu ka run sheeg badan yahay oo ka oofin badan Abidhar buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Cid ka run sheeg badan samana ma hadhaynin, dhullo ma sido. Waxaa caan ahayd saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam, dee bini aadam bay ahaayeen kala gadisan oo qofba miise gaara uu leeyahay, wuxuu nebigu ku ammaano gaara. Waxyaabaha Abidhar nebigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa ka mid ah inuu ahaa qof saraaxa badan, run badan, tawriya iyo hadalka warwareega aan ka aqoonin, cidna aan ka haybaysan bay yidhaahdaan. Muranku ama arrinku hadduu khaliifa isku qabtaan iyo cid kala toona warkiisu uu toos un yahay, si qura wax u sheega, warkana runta ka yaqaan buu habaa lagu tilmaamaa. Waxay culammadu sheegaan marka ay ka warramayaan Abidhar iyo qaabkii nebigu uu tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam, saxaabi saxaabintii waaweynaa ka mida buu ahaa, weliba min assaabiqiin, dadkii intii maka la isku dhibaya islaamay ayuu ka mid ahaa. Raggaa saabiqiinta la yaqaanaa waqtu ridda waa dadkii aan ridoobin, waa dadkii ilaahay gomadooda islaamnimada uu ku sugay ee Abibakar iyo Cumar iyo dagaalka la galayay, la dagaal galay yacni. Wuxuu Abidhar ahaa nin faqiiha oo shareecada islaamigaa si fiican u yaqaana. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu tarbiyeynayey waxyaabaha uu ilaaliya waxaa ka mid ah alfuruuq alfardiya, waxay culamaa tarbiya yidhaahdaan. Bini aadamku ma sinna sida faraha maaha, ee saasay u kala dheeryihin gacanta faraha waa sisu u kala dhaadheeryihin oo kale ayuu kala dhaadheeryihin. Waxay ku kala gadisan yihiin qof walba kartida iyo caqliga iyo dhaqanka alla siiyey subxaana wa tacaala, abuur ahaan qaabka loo abuuray. Walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiistiisa caanka ah mas'ala inuu nin weydiiyo uu si ugu jawaabo, oo mid kale weydiiyo uu si sidaa ka gadisan ugu jawaabo, oo mid kale weydiiyo uu sidaasi ka gadisan ugu jawaabo, iyadoo loo eegayo qof walba meesha ama uu nuqsaanta ku leeyahay ama uu u baahan yahay inuu ka koro ama la rabo in laga tarbiyeeyo isagee laga kobciyo. Ee nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markaas si hoos oo dhiibliya buu u yaqaanay. Waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah Abudhar nebigu calayhi salaatu wasalaam qaababku u tarbiyeeyey waxaa ka mid ah, oo ay culimmadu soo aruuriyaan marka aynu tilmaamno Abidhar xiddada ku jirta iyo nebigu siduu ula dhaqmay. Nin kulul buu ahaabaa la yidhaha Abidhar, kulayl leh. Maalin maalmaha ka mid ah xadiidka Bukhaari warinayo ayaa nin khudaamtii shaqaalihii ka mid ah oo addoona ayaa Abidhar caayay. Abidhar baa wuxuu yidhi kii hooyada madoobay dhashay uu ku yidhi. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ibna sawdaa buu ku yidhi. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa Abidhar acayartahu biummi, war ninkama hooyadii baad ku cayday buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu ku yidhi, nin baad weli tahay jaahiliyadii wax kaga hadheen. Jaahiliyadani maxay dhaqan u lahayd? Waxay dhaqan u lahayd aabbay isugu faan, haddaanu anagu reer hebel nahay ama nimanka ilme hebel laydhaha faan, aabbayaal iyo awowyaal tago xabaalaa ku jira, in la soo qufo laysugu faano. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam Abidhar markii ereygaasi ka soo baxsaday wuxuu ku yidhi ma ninka kan ma hooyadii baad ku caayaysaa, innaka mra'un fiika jaahiliya. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ikhwaanukum khawalukum jacalahum allahu taxta aydiikum faman kaana akhuhu taxta yadih falyutcimhu mima ya'kul waliyulbisu mima yalbas wala tukallifuuhum ma yaglibuhum fain kallaftumuuhum faacinuhum. Nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka kan buu kula taliyaa Abidhar. Wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam war waa walaaladiin oo shaqaale idiin noqday, ilaahay baa subxaanahu watacaala gacantiina soo geliyey, ee ninkii walaalkii la joogay gacantiisa uu soo geliyow, war waxa aad cunayso wax la mida wax ka cunsii, waxa aad huwantay wax la midana huwi, waxaanay qaban karinna ha u dirina,
haddaa shaqada u dirteen ay ku adag tahayna war la qabta buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Xadiidkan goormuu abu hurayra sheegay, goormuu abi dar dadka u sheegay? Abi dar ayaa waxaa soo maray in la yidhaaho almacruur, waqtigii uu rabada meesha la yidhaahdo, meeshuu ku dhiman doono markuu joogay, abi dar ayaa waxaa soo maray ninka kan. Dabeetana wuxuu soo maray abi dar oo xulla sita, isku joog. Xulladu yacni waa maro hoos iyo maro saro isku jooga. Abi dar oo isku joog xidhan oo wiilkii shaqaalahee la joogayna isku joog isku joogiisa la mida uu xidhan yahay. De sida caadadee dadka la yaqaana inta badan waxa weeyaan ninku maryuhu xidhan yahay isagu ku xaragoonayo, kuwa nafsu shaya inta badan inaan u iibin shaqaalihiisa bay u badan tahay. Shaqaalihiisuna dhar kale uno nooc kale inay qaataan, laakiin laba qof oo dress isu eg ama isku mida qaata inta badan caadada dadku may ahayn. Aba Hurayro Abu Dhar oo isaga iyo ninkii khaadimka u ahaa labadan xulle isu eg xidhan yihiin buu macruur ku yidhi, waa sidee? Markaasuu xadiidkan sheegay Aba Dhar, wuxuu leeyahay nin baan hooyadii ku caayay, dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam caynkaasuu igu yidhi. Kadib buu nebigu wuxuu yidhi, war waa walaaladiinoo ilaahay gacantiina geliye, waxaa cuntaana wax ka cunsiiya, waxaa huwataana wax ka huwisiiya. Waxa uu tilmaamayaa Abu Dhar cilmigan markuu helay siduu ugu dhaqmay, inuu maanta markii la yidhi xulladaad xidhantahay mid lamid a u xidh, kadib inuu u xidhnay oo sidii ugu dhaqmay, yacni siduu markiiba isu bedelay, ayuu xadiidka kani tilmaamaya. Nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu saxaabadiisa yaqaanay, qaar ba tala nooca buu siiyey. Abi Dhar talooyinku siiyey waxaa ka mid ah talada ah inaanu maamul qabanin. Nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama nin kulaylle uu yahay, aanu adkaysan karin dadka dhacdhaca ka dhacee, saadiqu lahja ah uu yahay, tawriya iyo baabka aan gelaynin, waxyaabaha aan dadku ay samsamayaan akhtaada aan suga agtiisa lagu lala iman karaynin, wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, Abi Dharow yaa Aba Dhar innaka daciif, ay daciif can mukhaaladati nnaas bay shuraaxda qaar yidhaahdaan. War Abi Dharow adigu daciif baa tahay baa la yidhi, dadka la dhaqankooda iyo dhexgalkooda iyo mushkilada tan iyo maamulka rabshadiisa daciif baad adigu ka tahay. Wa innaha ammaana wa innaha yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama. Markuu nebigu ku yidhi ishaqo geli buu yidhi, ilaahay rasuulkiisa shaqooyinkana dadka u dirisa ana shaqada wax iga dir. Deetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, Abi Dhar adigu daciif baa tahay, maamulkuna waa ammaano, ammaanaduna maalinta qiyaame waa khizyi, waa dullinimo iyo murugo. Qof xaqeeda ku qaaday oo wixii u baahnayd gutay mooyaane, isku qaadin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Ugu horrayn, maamul in la qabtaa maqna maahe waa mas-uuliya, yacni maamul inaad qabataa maaha guul dheeraad iyo sharafti iyo maaha, ee waxa weeyaan mas-uuliyad dheeraada iyo ibtilaac dheeraada, imtixaan dheeraada inaad u baxday. Imtixaankaa dad yar baa ku guulaysta, kuwa ku guulaysta waa calaa manaabirin min nuur alimaam alcaadil. Dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegay maalinta qiyaame ee dadku cadceedda taagaya inuu isagu carshu raxmaanka harsanayo, ninka shaqadaa gudan kara. Laakiin dadka inta badani waxay ku dhacaan kuwa cagsigeeda oo ah kuwan uu nebigu leeyahay khizyun wa nadaama weeyaan. Abi Dhar markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka riwaayadka qaarkood wuxuu ku yidhi, waxaan kula jecelahay waxaan naftayda la jecelay buu yidhi, yaa Aba Dhar innii araaka daciifa wa innii uxibbu laka maa uxibbu linafsi. Riwaayadda imaamu muslim warinayo, waxaan naftayda la jecelahay baan adigana kula jecelay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Ee laa ta'maranna cala thnayni walaa tawallayanna maala yatiim, laba madax ha u noqonin buu nebigu ku yidhi. Aba Dhar isaga waxaa lagala taliyay maaha maamul saro tiro badan iyo maamul masjid iyo waxa mawaar, laba qof buu nebigu yidhi, laba qof madax ha u noqonin. Waxaa kaloo lagula taliyey agoon xoolaheedna mas-uul ha ka noqonin. Agoonta xoolaheedu dee in la ilaaliyo, oo ilaalinta waxaa ka mid ah in loogu baac mushtareeyo, loo koriyo, aan waxba laga qaadan. Abu Dharra sidaynu arki doonno madhabku rumaysana, bahashaba waa in la bixiyo, in lacagtaba meel laga dhigdhiga maaha,
نبغو عليه الصلاة والسلام سحابدي سووا كلا يقاني دبتنا أبي ذر وحكولت لي إن أنا مام القبلين لبقفنا هالنقطة السلام مركانا إن أنا حولا أقولنا مسؤولية ديت قادم عصرنا إنه نال هاي دت كوحوها استمام الملكا إن يتي شرف شرف ما هو امتحان امتحانك هدي له هي كان نبت قليه لقوم الدق دقه وهي قرن ما يسدين تقول يسنيس ولذلك ما دام امتحان تهي أيها مامل قيبة بدنه كم ده أيها إلهي سبحانه وتعالى جهاد كدمر كوالا قريبة جهاد كواجب إنكم ما هبلين ما دحين ما دنا والله قريبة ما ها منزل الله قصور قريبة وحوي وعليس الله قد القاضي الحمد لله رب العالمين ونيراده ويقف كي إلهي دعليس قد القاضي أبي ذر مذهب كيس مالجي وحوها وحو الرميسنا حولها وحي قوت كي الراشن كدير الذهب يفضاء إن الله كيدنين إن للبحه وفق رضي مساكين تلسيه أبي ذر مركا واحد عدى وقتي نبي عليه الصلاة والسلام ددتكو انت بدن أهل الصفة ينو عصبابا لها عديد بدن باتشري ينو قالوا أدبو يرى نبينا عليه الصلاة والسلام صحابتي سيرجوا وين وحكوا تربية هنا فضاء شقاطان وأهن زهد جير دور سنانتي يتقشف كون في عيني هاي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبي ذر ما لسه كحي دبتنا وحكوا أبي ذر بالبورتة وحدك أحد ماركته ما كان سامح النفط إذا كسر دعدي بيودي إنه النبي وحيد دير دونه دبتنا وحاجة عدد ضيع تقبل كهرسان قبل دعدي ها ماني بيودي تهتنا نبغو حريد أحد اللي هو الذهب هذا يقعد تيده كشرته متش علي إن قبل كي يقدمه أما هبنا سد حادنا يه يتو إلا يدينار حديث أبو هريرة وقرن يو إلا دينار أنو دقي دين قف يقول مويانة حديث أبي ذر ورن ينا وعقول إلا سد دينار مويانة دينار عن دين إسكجب حنا يو يمد عن غير كأو دقي يمد عن مسكين كفرنا يا ما أصير لغفرنا يمو يعني إنه جرجي جوه هيدا ما تعلي قاب كسرنا بقول تربية يا أبو ذر يرجع لما تكها إن أنا يدون رق الشدد وحبك فلين آخره إن يدقدان وحوينه النقطة لكن نبي جو مركو جريدي عليه الصلاة والسلام عهد يدي الدنب عمر يا عثمان يا أختي يديسي سلام نمدي باب اللارتي رول بدن بالله فرتي dhaqaale badan ba dawladda islaamiga soo galay dhul badan oo dhul beereed iyo xoolo iyo kunuus bay heleen dawladda dhan oo waaweyn oo jiray bay qabsadeen dabatan dhaqaalihi dawladda islaamiga hidaad buu isu bedelay dadkii marka faqriga tirada badnaa iyo taqashufka tirada badnaa uu ka baxay waxa loo baxay nooc la naxmaystay oo baraariyo barwaaqo lagu jiro abi dhar laakiin way u cuntami way waxa ugu muuqatay in sunnadii nabi maxamed dadkan ay khilaafeen oo xoolo dhaqasho iyo baabkan loo dhaqaaqay abi dhar markaa madhabkiisu wuxuu ahaa uu arkayay dhahabka iyo fiddada in la kaydsado inaanay bannaanayn dabeetana fagaarayaal badan buu wuxuu ka akhriyay aayada quraan ee walladina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin aleem yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum فذوقوا ما كنتم تكنزون هيدنا الى هيلي كو كيديه ذهب كيا فضه يعني الهي درتي وبحنينين اوو بشاري عذاب كلل يوم يحمى عليها في نار جهنم مال انت ذهب بدن يا وحن انت لو كليليو نار جهنم دبتنا جيدكودا لو كاويديو يا دبركود يا وجيهدا لا كاويديو يدو لليهي وا كا وخي اكيدستين الدمية عذاب كاسي يدو الولاية فذوقوا ما كنتم تكنزون أبا ذروحوا أركي مركاس وأكديها لحنف بن قيس حديثك صحيح ومسلم كوية لي أحنا بن قيس وأنين قبيل مضحكاها وعهدي النبي قال الله عليه الصلاة والسلام لكن علماء ضيدا هذان كمامي دهرقي النبي قال أركي إن عهدوا يجيت صحابة يمين مقالة مدينة مركوانين مخضرة ما وحيد واحد سوق على مسجد مدينة
oo quraysh niman ahay meel fadhiyaan oo ku urursan yihiin. Dabeetana nin baa soo galay buu yidhi. Dabeetana intuu isdul taagay ayuu goodiyey buu yidhi, uu naar iyo ugu goodinayo. Dabeetana aayadda qur-aana buu ku akhriyey, cidii uma jawaabina waa la wada foorarsaday buu yidhi. Dabeetana intuu iska dhaafay ayuu halkaas saariyey kaabad masaajidka ka mid a iska fadhiistay. Ninkii baan ka daba tegay buu yidhi, war kumaadahay, waa abaadar, abaadar buu noqday buu yidhi. Dabeetana waxaan idhi, maxaa ninka markuu sifaynaya wuxuu leeyahay, nin baa soo galay maradiisa ay khushuuna, maradiisa adadkay uu ka muuqdo, oo jidhkiisa adag uu ka muuqdo, yacnii nin busaaraday ka muuqato, aan ahayn ninta nicmaystay oo jidhkiisa iyo maradiisa iyo wixiisaba nin baahiye ka muuqata abaa soo galay buu yidhi. Dabeetana intuu aayaadka ku akhriyey, markaasaan markaan uula soo fadhiistu su-aala weydiiyey, dabeetana wuxuu igu jawaabay buu yidhi, nimanka kan adduunkoodana dooni maayo, diinna weydiinnaba maayo buu yidhi. Nebi Maxamed siduu igaga tagaan ahaanayaa buu leeyahay Abidar. Abidar masaa'ilkana oo aada ugu adkaaba waxay keensatay waqtigaa dunidu ay baraaraysteen ee barwaaqaysteen saxaabadu, ayuu Shaam tegey. Dabeetana isagoo Shaam jooga ayuu masaa'ilkan aada u ithaareeyey, u kiciyey, ra'yigiisiibuu aada u muujiyey. Dabeetana uu fuqaradii ra'yigiisiibaabay la dhaceen. Kadibna Mucaawiya ka soo ashtakooday. Mucaawiya markaa Barasaaba ama waaligii gobolkaasiyabaa soo ashtakooday. Cuhmaan ibnu Cafaan buu waraaq u soo diray, uu leeyahay Abidar, dadkii buu kicinayaa, mashale dhibtaasu nagu wadaa. Dabeetana Cuhmaan baa waraaqu qoray, Abidar uu leeyahay iska soo dir. Abidar baa la soo diray oo magaalada Maka yimi, magaalada Madiina yimi. Magaalada Madiina markii uu yimina, Abidar Cuhmaan baa la niqaashay. Dabeetana Abidar ra'yigiisi buu istaagay oo caddaystay. Cuhmaan ibnu Cafaan wuxuu ku yidhi, aniga wixii igu saabsan waa yeelaya, yacni inaan anigu taqashuf sameeyo caynka, laakiin taqashufkan aad rabtaa buu leeyahay waa fadiila, dadkoo dhan waajib lagagama wada dhigi karo, racyada sidaasi kuma maamulaya buu leeyahay. Haddii adiga kugu adagtay masalada tani, hal actazalt, maad baa dadka iskaga tegi, waa iska tegayaa buu yidhi. Rabbiga dabeetana wuxuu ku yidhi, meel fog ha tegin, waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wuxuu ka nahiyey inay reer miyi noqdaan, oo dee jamac iyo jamaacada inay ka fogaadaan, oo man bada jafa, reermiyinimada inay dib u gasho. Dabeetana wuxuu ku yidhi, meel aad jamac iyo jamaacada ka soo gaadhi karta tag, tuulooyinkan yaryar ee Madiine ku wareegsan, tuulo Rabada la yidhaahdo, ayuu Abidar markaa u baxay, oo uu ka baxay magaalada Madiina. Ra'yigan Abidar dhan marka laga eego saxaabada, waxaynu odhan karnaa saxaabada intoodii badnayd ama kibari saxaaba way khilaafsanaayeen. Waxay u arkayeen maalka qofka muslimka waxaa lagu leeyahay inay zakatay, hadduu zakada bixiyo inaanu waladiina yakinizuuna dahaba soo gelayni. Waxay kaloo u arkayeen haddii ay masale caami dhacdo oo baahiyo caami ay timaado, imaamka muslimkii wixii looga baahan yahay xoolaha muslimiinta inuu ka soo qaadi karayo, laakiin haddii aanay jirin dhib caam oo loo baahan yahay waxaasi, qofka muslimka maalkiisu inuu masuun noqdo, mid loo ilaaliyo inuu noqdo, masalatul kanzina inaanu soo galaynin. Abidarse wuxuu arkayay inay masaa'ilkani tahay qaabkii Nebi Maxamed u noolaa iyo saxaabadiisii weynaa iyo raggii uu soo gaadhay sidii loo noolaa, si aan ahayn inay sidani tahay iyo adduunya jacayl. Dabeetana masalada xoog buu radiyey. Waxay culammadu yidhahdaan masaladan waxaa ka muuqanaysa kow, siday saxaabadu aaraadooda isu ixtiraamayeen, oo xataa dowla alislaamiya Abidar laguma qasbin ra'yigan inuu ka tanaasulo. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka ah ee kitaabka iyo sunnaha garanaya ee ijtihaadiya mas'ale ijtihaadiya si uu arkaa ra'yigiisa uu ku tago inaan lagu ceebaynin, laguna ceebsanin, laguna maagin. Waa halka waqtigan casriga ah aad muddo dadku inuu ku dadaalaya ama aniga ra'yigayga bikaamilihi aqbal, haddii kale ama mubtadac ama kaafir ama wuxuunbaa kuu dhuumanaya, dadka ayagaa raaci weydo, wax kalunbaad walaaqatay in la tilmaamo. Saxaabada waxay tilmaamaysaa inay masalada tan xuriyatu ra'yiga ah ee bishartii inuu ninku laakiin garanaya kitaab iyo sunne ee ijtihaadiga inay aqbali karayeen, iyagoo la odhan karo masalada iyagu dhankooda
waxay u arkayeenba nooc min alijmaac inay intoodii ugu badnayd ay xaggan ku tagsanaayeen, haddana waxay ixtiraameen inuu ra'yigiisa lahaan karo ilaa iyo ay masaladu markay soo gaadhay in bulshada ay khalkhal ku ridi karto ay leeyihiin Cuhmaan wuxuu ka codsaday inuu gaar isaga baxo, inuu masaladiisa ka tanaasulo, cidina ma weydiinin. Laakiin waxaa laga codsaday uun inuu ka tanaasulo, inuu ictizaal inuu dadka sameeyo, inuu dadkii mar hadday masalada ku heshiin kari waayeen inuu isagu rabbigii caabudo gaar iska tago. Shiicada iyo dad iyagu qaarkood iyo taariikhiyaanada qaarkood baa masalada tan si qaldan oo tiro badan leh usoo dalishada. Laakiin Abi Dhar waxay yidhaahdaan bixuriyatii buu meeshaasi ku qabtay. Xataa culamaa taariikh qaar ka mid waxay soo naqliyaan waqtul fitna ayaa waxaa u yimi qolo reer Kuufa oo raba Cuhmaan in lagu kacadiyo wixii wada. Dabeetana wuxuu ku yidhi aniga Nebi Maxamed siduu igaga tegay baan ahaanaya. Siduu kaga tegay waa maxay? waxaa jira xadiidu Imaam Al-Albani fi kitaabi sunna uu ku odhanayo isnaadkiisu waa saxiix. Wuxuu leeyahay Nebiga calayhi salaatu wasalaam baa yimi anigoo masaajidka jooga, dabeetana adinkuu igu dhuftay. Dabeetana wuxuu igu yidhi waa maxay waxaan ku arkaa inaad masaajidka dhex hurudee? markaasaa waxaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo isha iga qaalib noqotay, yacni waan lulmooday. Rawaayaad kalena waxaabay sheegayaan oo dee ma guri kalaan leeyahay soo halkan unuma seexda buu yidhi. markii uu sidaas sameeyey ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kayfa tasnac idaa ukhrijta minhu, oo haddii lagaa saaro maxaad yeeli doontaa? markaas wuxuu yidhi xaggaa iyo shaam baan iska qaban doonaa iyadaa ardayga laysku soo xashirinayo caynkaa iyo caynkaasuu sheegay ardi almuqadasa ku taalla. markaas wuxuu nebigu yidhi oo haddii iyadana lagaa saaro maxaad yeeli doontaa? markaasuu wuxuu yidhi seeftaydaan qaadana waxbaan iska rabi, dii madiinana laga saaro shaamna laga saaro maxaa hadhay, seeftaan qaadana waxbaan iska dhicin buu yidhi. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma kuu sheega wax kaaga toosnaan badan masaladaa ma kuu sheega? ayuu laba goor igu celiyey buu yidhi khayrun min dalika waqraba rushda, ma kuu sheega? markaasaan idhi haa tasmac wa tutiic wa tusaaq kayfa saaquuka, buu ku yidhi nebigu waad maqli oo waad adeeci oo halkay kuu kaxeeyaan unbaad u raaci doontaa. Abi Dhar dagaal ma jira baa la leeyahay, saxaabada alla ma dagaalamaysid sidaa yeel. Abi Dhar fitankii kama qayb gelin. Akhiiran Abi Dhar wuxuu qabtay rabida, waqtigii waa dhammaadaan umalaynaya maradu shekhani soo fadhistay. Waxaan ku gabagabaynaynaa Abi Dhar keligii isagoo ah oo xaaskiisii la joogo, riwaayadka taariikhda waxay sheegayaan waxoogaa hala ah iyo nin khaadima u shaqeeya inuu ku daray Cuhmaan, la yidhi halahaagaana maal, khaadimkaasina ha ku raaco, adiguna halkaagaa iskaga cibaadayso, meeshaadaa iska joog. tuuladiisi yareed isagoo iska jooga bay tiisii timi, waa geeriyooday, halkiibaa naftu kaga baxday. gabadhii cid la maydha ama la aastay weyday. riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan inuu ku yidhi wadadaa idhig, nebiga ay sheegay calayhi salaatu wasalaam, xadiid culammada badh badan ee ay daciifinayaan. laakiin riwaayaad ka mid ah Ibnu Kathiir uu isagu xasan ku tilmaamayo waa kii ahaa yamshi waxda wayamuutu waxda wayubcau waxda, xadiidkii tilmaamayey Cabdillaahi ibnu Mascuud iyo koox la socota oo safara oo Ciraaq ka yima oo xagga uu sii socdaba soo maray. gabadhii waxaa tustay, waxay tidhi nin baa halka ku dhintay, way u yimaadeen, waa kuma? waa Abaa Dhar baa la yidhi. waa markaas buu Ibnu Mascuud xadiidkan sanadkiisa laga warramaya uu sheegaya. cala kulli xaal Ibnu Mascuud iyo saxaabadaasaa maydhay aasay Abi Dhar raxmat ullaahi calayh halkaasuu ku geeriyooday. صلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا شيخنا شيخ مصطفى حاج اسماعيل محاضرته آد كي آد كو ناكسن او نو سو جيديي انغنا وخا لانها الله نغا دغو ددكي كو وانا قاتا اخرودودا يا ادنيودودنا ايو افتيمسو ان شيخنا وخا لانها الله سبحانه وتبارك وتعالى ميزان كيسا حسناتك ها اسارو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا ليال سؤاله فربضاً أي نسو قاري لكن سؤاله وحيو بذيهين سؤاله عن وحرير للهين موضوع شيخ وكهد ليي إلا هل سؤال موياني مكا سؤال شاس أي نكسو ختم الدونة بإذن الله الكريم سؤال شنو وحي لهذا الشيخ
هدان دونينو إن الصحابة الرسول كأن كضيانو أما أن اسكش بهنو محانو السمينينا أما محانو يرينا قف كأن حسين أما أن قيمين صحابة دنا محاد أقول نصيحين لهيد بسم الله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عان قوها يمحويا وحي جيس مدى كيمي أي اللوينة حان يوركيا وحي جاسيس مدى كيمي يا ربي قد وصادري إنو نلشو ده هجيو وحلوينا مركا الله سبحانه وتعالى تلدو بحيي dad ka maanta jooga ma dad yow badan waxa laga yaabaa iyadoo la leeyay ilaahay baa yiri oo masaladu rabbi inuu yiri ay cadahay inuu balhaayaan si kale ku eegnaa aqliga iyo arimo kale iyo idan waa aqli iyo rabbi la isdhinac dhigayo saxaabadu waxay dadka kale kaga gadisnay waxa weeyaan waxay tacdiimin jireen waxa agtooda ku weynaa ilaahay subxaana wa tacaala wixii waxyiga uu soo diray ama quraan ha ahaado أما النبي عليه الصلاة والسلام سنة الله صدريها هذه قفك الربة إنه طريقه دي مرانا وإنه قاطع طريقه إنه يلوي نادان ربك يوحي كيمي وأركه إن وحوض الصحة وأنقلت كتشر والدنيا آخرة بل قل ليبان يا إنه يهي هداد قادته وحي ربي سبحانه وتعالى وكو صدري سحابه إن لوينا إيو دين تيكمت waye waa kuwi diinta ino soo gaarsay inagu nabi maxamed mayna rag calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed iyagu tarbiyeeyay oo diinta u sheegay iyaguna dhaqan iyo risaaladii iyo sideeda aan labadaba wayna soo gaarsiiyay oo saxaabadu dhaqankoodu hadday qaldamaan ilaahay baa la hadlayo lahaa waxa samayseen waa qalad markay saxmaan ilaahay baa la hadlayo lahaa waxa samayseen sax weeyaan waa dad dhaqankooda rabbi uu hagayay dagaalay galeen oo la yidhi waa qaldanaydeen waxbay sameeyeen waxa la yidhi saxba ahaydeen nin iyo gabadhiiba war ku wada hadlayo ilaahay baa samada ka soo waramay oo la leeyahay qad samica allahu qawla latii tashtaki ilaahay uu sheegayo qawla latii tujaadiluka fii zawjiha idan saxaabada dhaqankoodu waxay ahaayeen min khilaalihim kuwii laynaga saxay idan dhaqankooda tan qur-aan iyo sunnadu ku soo aroray diintii saxaabadu markaa waa dad qof kasta oo muslima agtooda ay ku weyn yihiin waa bashar min albashar ka mid ah laakiin waa basharu nebi maxamed rabeeyey salawaatullaahi wasalaamu calayh iyaguna islaamnimada ku dhaqmay ilaahina subxaana wa tacaala waxyiga ku hagay waxa saxa iyo waxa qaladka mar waa dad mudan in lagu daydo ahna dariiqa aynuu marayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayashadiisa inaynu iyaga jidkoodii raacno sala allahuma calaa nebi maxamed